نشاهد هذه الصور وهي صور من اجتماع اللجنة الوزارية المسمى العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات. والمفارقة أن القتلة جميعهم موجودون في الاجتماع بحسب وصف نشطاء عراقيين في مواقع التواصل، وقالوا إن في مقدمتهم كان حاضرا عادل عبد المهدي إلى جانب أبو زينب اللامي المعروف بهذا الاسم، ومعهم أيضا مدير أمن الحشد المسؤول عن نشر القناصة فوق الأبنية العالية، هذا وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء. الآن نقرأ عليكم العديد من التعليقات أو المنشورات التي كتبها شباب عراقيون تعقيبا وتعليقا على الصور التي شاهدناها سويا. نذهب إلى التعليق أو المنشور الأول، وهو من محمد هادي الجابري، يقول فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. إلى منشور آخر، علي الطباع يكتب حاميها حراميها. إلى منشور ثالث، حسام الزهيري يكتب رمتني بدائها وانسلت. إلى المنشور الرابع، وهو من نصيب بإسراء التي كتبتها، ستطلع النتائج صوج تويتر والفيسبوك والبلوتوث، ويروح حق الشهداء هيتش بدون محاسبة. وهذا ما يخشاه كثيرون يا إسراء. في المنشور الخامس، فاروق يكتب مو قال 4 أيام، شو صار أسبوع. الآن إلى المنشور الأخير بعد فاروق، معنا منشور كتبه محمد الشيخ، وفيه يقول قالوا للحرام احلف قال أجل فرج.